طب يا جماعة، استكمالا لتفتيح الباكات اللي احنا عملناها في الفيديو الاول بين الاكونت ده والاكونت ده في باكات الرانك 2 في الفوت، للاسف مش الرانك 1. خلينا نشوف باكات الرانك 2 هتقول ايه، يمكن تكون احسن من باكات الرانك 1 في الحظ. خلينا نشوف. طب يا جماعة، بعد ما فتحنا الباكات الغير مهمة كلها، نيجي نفتح باكات التيم اوف ذا ويك، وهي برضو من الباكات الغير مهمة. الاسبوع ده والاسبوع اللي قبله، ايه ده، من كام اسباني هو اولمو موجود، واولمو اصلا وكاوت، وما فيش غيره تقريبا. اولمو ماشي مش غالي، هو الاسبوع اللي فات وتقريبا الاسبوع اللي قبله ما كانش فيه اي حد ذو اهميه خالص او ذا اهميه خالص. للاسف سعرهم كلهم مجرد بس ريت انفورم وخلاص. يعني ان وجود الاميره دياني، لان هي مش هتيجي غالبا، ومعرفش حتى سعرها، يعني خلينا نقول ان سعرها غالي او رخيص، معرفش. طيب الانفورم ما جابتش حاجه، بسم الله. نفتح اللي في الاول دول، برضو مش احسن حاجه نفتحهم، يمكن هم اللي يقولوا حاجه. مش وكاوت، يبقى سكيب على طول. طيب الثانيه، 3 لاعبين بلس 82 وكاوت اعتقد، ماشي. طيب الباك اللي بعد كده 582، الاسطوريه اللي ما بتجيبش حاجه، بسم الله. يعني زي ما احنا توقعنا، جبهتنا ولا حاجة تجيب لنا بيكهام ولا ريبري ولا أي حاجة كده، بقسم جبهتنا بجد. بس هو ولا بيكهام ولا ريبري، مين ده؟ طب ده مش وكاوت المفروض أصلا، لوبيتكا، بس مش وكاوت. أنا قلت أصلا المرة اللي فاتت أو في الفيديو اللي فات، قلت يعني كان المفروض يجيلنا حتى لو مش وكاوت، فهو جالنا وعلامة الوكاوت، بس هو أصلا مش وكاوت. ماشي، هات التلاتة بلس 84، ها تقولي حاجة؟ اصلا ماشي شكرا. في هنا 25 لاعب بلس 82، واو. يلا بينا انفور الواد الاس تي ده كام؟ اوه ده نيول مو تاني، بس الاولاني كان تريد فده عادي. ماشي ده ان تريد اوكي. صليبة ده وين ده كده، ده وين، بس مش تريد للاسف، بس حلو حلو يعني يلعب. فيولتكت ده جميل جدا، ده دي حاجة كويسة جدا من الباكات. باقي هنا الاثنين لاعبين بلس 88، اوكي هتقولي حاجة. ال 89 ما بتقولش، مين ده؟ حارس الماني تريشتجن، اوكي تريشتجن فعلا ماشي وبريد، بس الاثنين برشلونة. طيب في باكت الهيرو، في الباكات التريت، هنفتح الهيرو الاول بسم الله. هو لو مش جينيولا او لوسيو ما اعتقدش انه يكون، ممكن ديانثالي، بس ما اعتقدش ان حد منهم كمان كانوا. يا لهوي على قرف، ده أسوأ باك الواحد يفتحها في الحياة، يعني حتى مش أكوشة مثلا نقول وين، لا يعني ايه دي، ايه دي، دي اخرت اللي يجيب رانك 2. 12 بلس 84 بسم الله تريد، فنقول يا رب حاجة كويسة. ايكون باع حاجة كده كده تمام، يعني كده هيل، بس هل حد وراها؟ اوكي هو ده بلوك اوت فعلا، بس مين وراكي ممكن يكون يا لوفيل؟ بنزيما. طب كنا عايزين الامباب الاس تي فرنسي التاني يا اسطى. ماشي مفيش حد غالي اصلا، بس اوكي مفيش مشكله. بسم الله اخر باكه، يا رب يا كريم كرمنا. للاسف للاسف ضاع كل حاجه. كاتوتو كاتوتو، ماشي يا كاتوتو. مين وراك يا كاتوتو؟ باجور، ماشي اوكي. هي باكت نسوان اصلا، كرشاو فعلا باكت نسوان يا اسطى. كرشاو وكاتوتو وباجور، يعني الرجاله اللي معاكم ما لهمش لازمه. يا جماعه ده الاكونت الثاني، وللاسف جاب رانك 3 مش رانك 2 حتى. فدي باكت التصفيات، خلينا نفتحها بسم الله يا رب يا كريم. ما اعتقدش ان هي هتجيب حاجه برضه ثانيه من باكت التصفيات او من جوائز التصفيات، سوري. مش ووك اوت صح؟ بالظبط كده، بسكيب. طيب خلينا نفتح دي، 3 لاعبين بلس 82 بسم الله. ووك اوت برضه، بس ان حظه مش هيكون احسن حاجه. الباكه الاسطوريه ما بتجيبش اي حاجه، تعالي حبيبتي. بالظبط، يعني احنا فتحناها ده 5 اكونت، كل اكونت مرتين، اكونت واحد بس هي اللي جابت فيه ووك اوت، وباكه واحده فيه بس، مش الباكتين. باكة أسطورية حرفيا، واحدة تانية ها دي حاجة، مع إنه شكله يدي على فان دايك من بعيد يعني، بس
اه ماشي، نفس الجسم، نفس القوة الجسمانية. طيب ده 20 ماشي، 3 84. ها اصل لو ما كانش ووك اوت ما كنتش هتفائل باي حاجه تانية. ارنولد ده بقى يعتبر مش ووك اوت بالنسبه لي. 86، انا 87 وفوق هو اللي بقتنع بيه. 86 ده بحس ريت اهبل جدا. هات باك الجامبو اللي مش هتجيب حاجه دي، تعالي صح كده. احنا يعني بنحاول نضحك على ايه، ولكن ايه هي اللي بتضحك علينا برضه. طيب خلينا نفتح باكت الانفورم، مع ان المفروض باكت الانفورم كلها ما كانتش تتفتح، لان اللي موجودين في التشكيله دلوقتي مش احسن حاجه، هي دياني وبس. ولكن دياني اصلا يعني صعب ان هي تطلع، يعني صعب احتمال 1% ده ان هو يجي اصلا. باكت التانية بسم الله مش انثى، يبقى مش دياني، يبقى عادي اي حد تاني مش فارقه بقى. خلينا نفتح الاثنين بلس 87 دي، الاثنين 89، الاثنين 88 ما جابوش حاجه. دي تجيب مش عارف كام موسيالا ده. هو مش موسيالا في الحدث ولا كان في الحدث اللي قبله؟ فغالبا كان في الحدث اللي قبل ده، لان انا فاكر ان دي كانت حدث قريب يعني. ماشي، موسيالا وباجور. اوكي دي انت تروح للتحديات. اوكي ده باكة واحدة بس اللي تريد. اوكي 20 لاعب بلس 82 بسم الله. حدث سيتي اسباني، مين ممكن يكون في الحدث؟ مين ده؟ اوه مش ووك اوت اساسا، مورينو. وانا فاكر برضو ان هو المفروض ما كانش في الووك اوتات، طلع ان هو 85 ريت. ماشي ماشي. طيب الهيرو، خلينا نفتح الهيرو بسم الله. هيرو في المطلق بقى، اللي فات كان تقريبا بلس 86، ده في المطلق. ريزا، ريزا مش احسن حاجه يعني. هو ال بي كويس اللي هنا، المفروض ان هو اللي زرزوه ده في الهيرو يعني، ولكن غير كده مفيش اي حاجه جابت لي اي حاجه، ولا 85 ولا 10 80. دي مش حدث ومش ووك اوت. يا سلام، كب اكونت قلت لكم حظه، ما اعتقدش ان هو يكون احسن حاجه خاصه بعد البنك اللي جابه ده. ثالث اكونت او ثالث حساب معانا يا جدعان، ورانك 1 ده جاب رانك 1 تمام. فنفتح جوائز الرانك 1 دي، جوائز التصفيات الاول، ونقول على لو عسى ان هي تكون حاجه مختلفه اصلا عن الحاجات اللي فاتت يعني. نفتح باكات الانفورم بقى، باكات الانفورم اللي المفروض بعد كده نتعلم ان احنا نسيبها لحد ما يبقى في التشكيله في حد قوي، لان زي ما انتم شايفين احنا حتى الان ست حسابات، حتى الان ما فيش ولا واحد جه في لاعب غالي غير ممكن حساب منهم اللي هو بتاع سبورتنج لشبونه ده بس، غير كده ولا حد. طيب كده خلصنا الانفورم، ونفتح الباكه ال 20 لاعب او 30 لاعب بلس 82 بسم الله. عدس ومش ديناروما، اتمنى ما يكونش نافاز اللي بيه فرنسي. قرشاويه دي لا، ده ولد من الدوري الفرنسي عادي. نيس حبيبي، ريكاردو مين؟ فاضل 84. ما انا بقول برضه مش يعني فرنسي وايه اللي بيه ومش عارف ايه دوري فرنسي، قلت حد مهم يعني. حسبي الله. ماشي ماشي، حدث اثنين انفورم، اثنين ووك اوت تقريبا او ثلاثه ممكن. اثنين بلس 89 بسم الله يا رب يا كريم كرمنا. مش حدث اللي بيه ده، اللي بيه بالظبط هو الهيئة بتاعته باينة. 10 84 تريت باع، فها كان مسهل. خمسة هانسن، طيب لو هانسن يا لهوي على الصياح، لو هانسن شورلي تقريبا او اسمها ايه معرفش، تولين شورلي حاجة زي كده يعني، المهم بتاع البايرن ميونخ. حد وراها يا ريت 87 ماشي، مفيش حد وراها وهي مش غالية اصلا، هي بحاجة وعشرين الف، حاجة وتلاتين الف، 19 كمان. ال 10 85 برضه تنباع، هتقول ايه بسم الله. حدث تاني نفس ال... لا ده ولد ده دي ام اسباني خليجة، مين ده؟ اتلتيكو مدريد، ديني وكوكي، الاثنين اصلا مش غاليين غالبا، اتنين برخص التراب صح؟ هو ده كطاقات حلو الى حد ما، لكن الاثنين برخص التراب كده كده، فمفيش حد فيهم غالي، ارفعهم لفوق انا بقى نشوف سعرهم على الفوت بين كام ونبيع. ونيجي الاهم باكة فيهم، باكة الايكون، ونقول يا رب حاجه اس تي برازيلي. الاصلع ده ال دبليو بس بشعر برازيلي يعني، مش اقرع، عايزينه بشعر.
كام اسمه بيليه مثلا، مش كاكا يعني، كرويف، ايزيبيو، خولت، يعني الناس دي. بسم الله فتحنا الباكة ونقول يا رب. مش هقول هو عشان ما يكونش مش هو. طيب مش تريزيجيه، عشان انا شفت القرعه بتاعته ده تريزيجيه صح مش هنري. انا لو هنري كويس، هنري الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله اخيرا نقدر نقول ايكون وين 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 للصبح. تقدر تقول ايكون وين من هنا للصبح ده كده الحمد لله. ارقص ارقص حبيبي، حقك الصراحه ترقص حقك. ده لو كان تريزيجيه ده كنت هموت. 5 مليون ايكون وين، يعني سوبر سوبر وين كمان، مش وين بس، ايه وين اللي انا قلتها دي، سوبر سوبر وين. 5 مليون يقلب التشكيله راسا على عقب يعني. وكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى بس منكم في الاخر كده ان انت تعمل لايك، تعمل اشتراك لو انت مش مشترك في القناه، وكمان تستشن تشير الفيديو، ترجع يبقى عليها دعم زي الاول يعني. واشوف اشوفكم على خير في الحلقات الجايه. سلام.